يسعد صباحكم، معكم أخصائية التغذية أسماء إدعيس. ماذا يقول شعرك عن صحتك؟ شعرك مرآة صحتك. الشعر مش مجرد مظهر، لكنه بيعبر عن نمط حياتك وتغذيتك وصحتك الداخلية. إذا بدأت في فقدان شعرك فأكيد هذا ناقوس خطر. تساقط الشعر ما بيخص الرجال فقط، النساء أيضاً ممكن يعانوا منه، لكن اللي بيختلف هو مكان تواجد الفراغات في فروة الرأس، ممكن يكون في الوسط أو على جوانب الرأس. أول شيء خلينا نعرف دورة نمو الشعر. تتضمن دورة تكوين الشعر عادة مراحل نمو بتستمر ما بين 2 إلى 5 سنوات بالنسبة للرجال وما بين 5 إلى 7 سنوات بالنسبة للسيدات. بعدها مرحلة راحة بتستمر حوالي 3 أشهر، وأخيراً مرحلة تساقط للشعر بيفرضها نمو الشعر الجديد. فروة راسك هي موطن لحوالي 100,000 شعرة، بتنتج البصيلة شعرة واحدة أو أكثر بتنمو بمعدل 1.5 سنتيمتر في الشهر تقريباً، وبتبقى لمدة 2 إلى 6 سنوات، بعدها بتتوقف لمدة شهر تقريباً. لما بتبدأ الدورة التالية وبتساقط هذا الشعر، بشكل عام بتكون معظم خصلات شعرك في مرحلة نمو. طيب، كم مقدار تساقط الشعر الطبيعي؟ حوالي 50 إلى 100 شعرة يومياً يعتبر أمر طبيعي. ما تخاف إذا وجدت بعض الشعر في فرشات الشعر أو على الملابس، لكن إذا كان التساقط على شكل خصلات أو لاحظت أنه صار الشعر أخف من المعتاد، هون بيكون في عنا مشكلة. شو هي أسباب تساقط الشعر؟ هناك عدة أسباب، منها أسباب مرتبطة بحالات مرضية أو عوامل الإجهاد ونمط الحياة، بالإضافة لأسباب متعلقة بالنمط الغذائي. جيناتك أيضاً لها دور كبير. بننصح بإجراء فحوصات مختلفة بتشمل هرمونات الغدة الدرقية والهرمونات الأخرى ومخزون الجسم من المعادن والفيتامينات، وغالباً برجع بنمو الشعر مرة تانية بمجرد معالجة السبب. رح نحكي عن أهم أسباب التساقط الشائعة للشعر. أول شيء الحميات الغذائية القاسية. ممكن تفقد وزن كتير باتباع حمية قاسية، لكن للأسف رح تفقد معه شعرك. بمرور الوقت عدم حصول الجسم على كفايته من احتياجاته من المعادن والفيتامينات رح يأثر على مظهر الجسم العام بما فيها الشعر وكثافته وقوته، لكن المبشر إنه ممكن نستعيده لما نرجع لنظام غذائي صحي. أحد الأسباب أيضاً الإجهاد الشديد والضغط العصبي. ممكن يؤدي الضغط الجسدي أو العاطفي لتساقط كميات هائلة من الشعر فجأة، وبتشمل الضغوطات الجسدية، مرض خطير أو جراحة كبرى، فقدان الدم بشكل كبير لدى النساء في فترة الحيض، ضائقة عاطفية شديدة، ضغط العمل أو العمل لساعات كثيرة. أحد الأسباب أيضاً عدم التوازن الهرموني. مثلاً بتساقط الشعر عند الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض لدى السيدات، وهي حالة صحية بتأثر على مستويات الهرمونات. اضطرابات الغدة الكظرية اللي بتأثر أيضاً على إفراز هرمون الكورتيزول، وخلل في هرمونات الغدة الدرقية أيضاً يعتبر من أهم الاختلالات الهرمونية اللي بتسبب تساقط الشعر. إذا كان تساقط شعرك مصحوب بالإرهاق أو ضعف العضلات أو فقدان الوزن أو اكتسابه أو جفاف الجلد، فبالغالب المشكلة في الغدة الدرقية. اضطراب المناعة الذاتية بما فيها مشاكل الصدفية في فروة الرأس أو زيادة الإفرازات الدهنية ومشاكل مرضية مثل الثعلبة. مرض السكري. مرض السكري من النوع الثاني مش مجرد ارتفاع في نسبة السكر في الدم فقط، ممكن أنه يسبب تلف في خلايا بصيلات شعرك. وأحد أعراض مرض السكري اللي بلاحظها كثير من الناس قلة كثافة الشعر، أو أنه بيستغرق وقت طويل لينمو مرة ثانية. أحد الأسباب أيضاً نقص في العناصر الغذائية. أول شيء بخطر ببالك لما تعاني من مشكلة تساقط الشعر إنه تعمل فحص لمخزون الحديد وقوة الدم، لكن الحديد مش الشيء الوحيد اللي بتحتاجه لشعر صحي. بتعتمد بصيلاتك على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين دال وبي 12 والزنك. إذا كنت ما بتحصل على العناصر الغذائية المهمة من نظامك الغذائي رح تلاحظ التساقط مباشرة، ووقتها ضروري تعمل الفحوصات اللازمة لتعرف شو العنصر اللي بيلزمك وتتناوله تحت إشراف مختص. شو ما كان سبب التساقط، ضروري نعرف السبب ونعالجه داخلياً قبل أو بالتزامن مع منتجات العناية بالشعر، وبمجرد زوال المسبب أكيد رح ترجع تتمتع بشعر صحي وكثيف. دائماً بنحكي إنه تغذيتنا الداخلية رح تنعكس على شكلنا ومظهرنا الخارجي. يسعد صباحكم.